فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك مجموعة من النساء في مكان خاص بهن ودخل وقت الصلاة وهن لا يسمعن الأذان، فهل يصح أن تؤذن إحداهن؟ لا، يكفي أذان البلد لو ما سمعنه، يكفي يكفي أذان البلد لو ما سمعته. والمرأة لا تؤذن ولا تقيم، لا يجوز لها ذلك. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.